المخاوف من عرقلة لبنان والتنبه للمخططات الإرهابية انتقلت من التحذير إلى الفعل بعد تفجيرين كبيرين ضربا عاصمة الشمال طرابلس، والتوقيت جاء متزامنا في ساعة الذروة خلال أداء صلاة الظهر في مسجدي التقوى والسلام، وذلك أثناء خطبة الجمعة. مسجد التقوى يقع عند مستديرة الملول المواجهة لمنطقة التبانة، ويؤم هذا المسجد الشيخ سالم الرافعي رئيس هيئة علماء المسلمين. ومن هذا المسجد تنطلق لجنة مسجد التقوى العاملة على خط جمع التيارات الإسلامية في الشمال. أما مسجد السلام فيقع عند النقطة التي تربط طرابلس بمدينة الميناء عند آخر شارع رياض الصلح، ويقع في منطقة سكن معظم سياسيي طرابلس منهم اللواء أشرف ريفي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنواب سمير الجسر محمد كبارة ومصباح الأحدب، ويؤم هذا المسجد الشيخ بلال بارودي. هذا ويبعد المسجدان عن بعضهما البعض نحو كيلومترين. هذه المشاهد تظهر التفجير لحظة وقوعه، وفيها دلالة واضحة على حجم العبوة المستعملة. أما حصيلة الضحايا فقد بلغت عشرات الشهداء وأكثر من 500 جريح توزعوا على مستشفيات المدينة التي ناشدت المواطنين التبرع بالدم من مختلف الفئات. وبحسب الصليب الأحمر فإن هذه الحصيلة هي الأكبر التي تقع في تفجير منذ انقضاء الحرب الأهلية، كما ناشدت وزارة الصحة جميع المستشفيات استقبال الضحايا. كما تظهر هذه المشاهد من إحدى الكاميرات داخل مسجد السلام لحظة وقوع التفجير، فيما المصلون يستمعون إلى الخطبة، وتزامنا سمع إطلاق نار كثيف وسادت شوارع طرابلس حال من الفوضى وانتشار لعناصر مسلحة. الجيش والقوى الأمنية حاولت ضبط الشارع وسط دعوات من مختلف القوى السياسية والحزبية والدينية إلى ضبط النفس وعدم رمي الاتهامات وتحذيرات من الانجرار وراء الفتنة المرسومة للبلد.